المتحكم الدقيق أو المتحكم المصغر مايكرو كنترولر هو حاسب مصغر أو ما يسمى نظام على شريحة سيستم أون تشيب موجود على دارة متكاملة تحتوي على نواة معالج ذاكرة وملحقات مداخل ومخارج قابلة للبرمجة المتحكمات المصغرة تستخدم للتطبيقات المدمجة على العكس من المعالجات المصغرة المستخدمة في الحاسب الشخصي أو التطبيقات العامة الأخرى المؤلفة من عدة شرائح منفصلة من استخداماته التحكم في عمليات صناعية يستخدم في العادة للقيام بمهمة محددة مثل التحكم في إشارة ضوئية وغيرها عكس المعالج الدقيق الذي يتميز بقدرته على القيام بمهام متعددة فهو عبارة عن حاسوب على شريحة وحتى نكون دقيقين إنه حاسوب ذو مهمة واحدة سابقة التحديد.